مولانا عظيم وهو صانع كل شيء بكلمته. إلين نخرصه في السماء والأرض نشكر الخالق رب العالمين اللطيف الرحيم. اللي خلق كامل كان زين وكل شيء يظهر عظامته وجلاله وقوته. خلق مولانا جميع أنواع النباتات وجميع أنواع الحيوانات. عقب ذاك صنع أول راجل من التراب ونفخ فيه وأعطاه الحياة. هذا الراجل الأول كان اسمه آدم. وقبض مولانا سيقة من سيقات آدم وصنع منها مرأة تعود زوجة لآدم وتكثره. هذه المرأة الأولى كان ينقال لها حواء. الرب خلق الراجل والمرأة على صورته، يكانهم يقدوا يتمتعوا بعلاقة صافية معه ويعيشوا بسعادة بحضرته في الجنة. جنة كان مولانا محضرها لهم اسمها جنة عدن، ولا كان فيها ألم ولا موت. قال مولانا لآدم دق التوكل من صدر الجنة كاملة يكون صدرها واحدة يجين توكل منها دور تموت. يا غير خارق نهار خز الشيطان بحواء وقال لها توكل من ثمر الصدراية المحرمة. قبضت حواء الثمرة كالت شي منها وأعطات شي لجوزها وكالوا أمه. عدلوا هذا بهم اللي طاعوا الشيطان في بل مولانا، وبسبب المعصية اللي عدلوا خسرت علاقتهم مع مولانا، بيلي مولانا قدوس والمذنبين ما يقدر يعيشوا حذاه. وصاع مولانا آدم وحواء من الجنة، وبذاك السبب مستهم الحشمة بهم اللي ما طاعوا مولانا، ونتيجة لذا آدم وحواء وذريتهم كاملة صابتهم الحشمة والموت. يا غير مولانا رحيم وعنده خطة يرد بها ذرية آدم للعلاقة حسنة معاه، يكانهم يقدوا يعيشوا معاه إلى الأبد. وضح مولانا في الكتب خطة تسل كارواقيش من العقاب اللي يستحقوا وتغفر لهم ذنوبهم وتردهم على علاقة معاه. ظهر مولانا شمذ الخطة النبي إبراهيم. وثق إبراهيم في مولانا وعظمه، ووعد مولانا إبراهيم أنه يدور يرحمه ويرحم الخلق كامل من خلاله، ووعده أنه يدور يكثر ذريته إلين تعود كيف تحصد تراب على حاشية البحر ونجوم السماء. إبراهيم دار ثقته في مولانا، قال مولانا عن إبراهيم أنه من الصالحين وسماه صديق الرب. خارق نهار امتحن مولانا إبراهيم يشوف يكانوا يثق فيه ويطيعوا، وقال لإبراهيم أنه يقبضوا له يذبحوا. إبراهيم يعرف أنه من خلال طفيله ذا الوحيد مولانا واعده بأنه دور يعطيه ذرية ياسرة، وثق في مولانا وطاعه وتبارك معه اللي يذبح. وقبض إبراهيم موسى. يا غير مولانا قالوا لا تعطب الطفل، أنا أعرف أنك تخشاني وبأنك جاهز لطاعتي. وعقب ذاك شاف إبراهيم كبش قرون واحلين في صدراية وقبضه وضحى به في بلول. مولانا إنين أعطى كبش إياك يضحى به في بلول إبراهيم، وضح انه حبه للناس عظيم كيف تحب والد متعدى الولد. وهذه الروايه تنعت ان مولانا مخطط معطى ضحيه تموت في بلاد البشر كامل. قال مولانا في كتب الانبياء انه دور يرسل رقاش بلاد ذنوب يموت في بلاد ذريه ادم ويمحي ذنوبهم
ويفرحهم. بتضحيته الكبيرة يدور يفتح الطريق للي كامل آمن به. إياك يعيش في علاقة صافية مع مولان. الأنبياء سماوا ذا البشر المسيح. قالوا من مولانا يدور يرسلوا إياك يسلك الناس كاملة ويقودهم باسم مولانا. ياسم القرون السابقة يجي تكلموا الأنبياء عن اللي لا يعدل المسيح واللي لا يعدل. النبي داود قال إن مولانا لا يقول للمسيح أنت ابني. وهذا الأنبياء ما يعنوا به علاقة جنسية حاشة يا غير. الكتوب يقولوا بأنه كلمة الرب الأبدية خلق كبشر من العذراء مريم. الأنبياء استخدموا كلمة ابن الله يوصوا بها علاقته القريبة مع مولانا ودوره يسلك الناس ويعود ملك على العالم كامل. النبي إشعياء قال العذراء تحمل وتلد ابنا. الأنبياء كتبوا ملي إن المسيح لا يخلق في بيت لحم وبنه دور يدخل في القدس كيف تملك راكبة الأحمر. وكتبوا ملي إن واحد من أصحابه اللي قريب له يدور يخونه ويبيعه ب30 دينار من النحاس. قالوا الأنبياء إن المسيح يدور يضحي بحياته ومولانا يدور يرجعه من الموت في اليوم الثالث. سماوا الأنبياء المسيح ابن الإنسان وقالوا بأنه الله يصعد في مزنة إلى السماوات وأن مولانا يدور يعطيه الحكم على جميع الأمم إلى الأبد. للو 2000 سنة كان إنسان عايش في ذا العالم وينقال له عيسى. وهذا الإنسان اللي شافت الناس أعماله اللي يقوم بيها عاد كلها يسوى الأخر. من دراية كان هذا الإنسان هو المسيح اللي سامعين به. هذا الفيلم ينعت من هو عيسى وشنه الأشياء اللي قال واللي عدل واللي متوافقة مع ذا القالوا الأنبياء عنه. هذا الفيلم فيه راجل يلعب دور عيسى ومعروف أنه ما خالق حد كيف عيسى المسيح. يا غير هذا الفيلم وعدل يا كان الناس تعرف وتفهم حياته يا كانهم يجبروا الرحمة اللي وعدهم بها مولانا. للي لا يتشوف في ذا الفيلم هو سيرة حياة سيدنا عيسى المسيح المقبولة من كتاب الإنجيل الشريف سورة لوقا. واللهم اهدنا كاملين على الصراط المستقيم. الدار اللي كان فيه قيس سرقسطس إمبراطور على الروم وكان هيرودس الكبير ملك على ولاية اليهودية مشى مولانا الملك جبريل شوق واحدا بكر اسمها مريم في دشرة الناصرة. لا تخافي يا مريم، مولانا ارضى عنك الدور تحملي وتخلي طفل تسميه عيسى. هذا باسم الحالة، أنا مبكر. قدرة العلي تظللك كيف اللي جاء في الزبور. الطفل القدوس الإلهي تجبري هو المسيح المنتظر ابن الله وملك ما يوفى أبدا كيف زرع على داؤه. قاست مريم دشرف ولاية اليهودية شور من تعملها اسمها إليصابات وهي ملي حملت معجزة. إليصابات مريم من تعمي انتي ابرك مرف ذا العالم ومبارك ملي الجنين اللي في بطنك به اللي منين سلمتي عليا رصة في الجنين اللي في بطني من الفرح. نفسي تعظم ربي وروحي تفرح بالله مخلصي من ضرك جميع الأجيال يسموني المباركة. علموا يا الناس كاملة في الناصرة أن القيصر قسطس مر قرار بالإحصاء في الأرض المحتلة وفي ولاية الجليل واليهودية ويارت الناس كاملة نحصة كل حد في دشرة جدوده.
مشات مريم شورد أشرت بيت لحم في ولاية اليهودية مع خطيبها يوسف. يا غير ما شبر بليده في دار الخطاء وفرض عليهم يقيسوا سريفة الحيوان. كان في ذيك البليدة شمن الرعيان يسرحوا حيوانهم في الليل، ثم لين ظهر لهم ملك وضوع عليهم مجد الله. اليوم في نشرة داود أخلق لكم منجي هو المسيح الرب. مشاو الرعيان بالعجلة يشوفوا الطفل تاكي في الزريبة، وهما أول واحدين بشرب الأخبار الزينة الإنجيل من بكر خلات المخلص. وعقب أسبوع زينوا الطفل وسماه عيسى، وعقب 40 قاسوا به دشرة القدسية كيذبحوا له في بليده ينقال لها هيكل الله. هيكل الله هو البناية المقدسة للأضحية والصلاة. كان في الهيكل راجل تقي اسمه سمعان، قال له روح الله عنه ما يموت ما شاف المسيح. واك يا مولانا، خلي عبدك يموت بسلامة حسب اللي قلت. عيني اليوم شافوا نجاتك لنا، الطفل اختار الله. الله يبارك فيك. إلين وفوا عنهم اللي كان مطلوب منهم شريعة موسى تخطوا القدس راشعين دشرة الناصرة. إلين حق عيسى 12 عام حج معاه يوسف ومريم شور دشرة القدس في عيد الفصح. يا قيل منين عادوا راجعين شاكين عنه معاهم ابقى الطفل وراهم. راجعوا القدس إياك يلودولو، وفي نهارهم الثالث جبروه في هيكل الله قاعد وسط علماء الشريعة. هذا هو من اللي يطرح هذه الأسئلة من الصبح؟ هو من الناصرة، شكينا عنه رجع معانا، سمحونا برشتو. اللي سمعوه كاملين تعجبوا. يا ولي ليش تعدلنا ذا؟ نخلعنا عليك أنا وأبوك ولودنا لك. علاش تلودوا لي؟ ما تعرفوا اني لازم اعدل شؤون ابويا. رجع معاهم وكان بارهم وعاد يكبر ويقوى في العقل والجسم وفي رضا الله والناس. نلحق العام 15 في حكم الامبراطور طيباريوس، وبيلاطس البنطي والي ولاية اليهودية، وهيرودس ملك ولاية الجليل، وحنان وقيافة الشيوخ الهيكل. نزلت كلمة الله على يحيى بن زكريا اللي كان يدعي الناس يتوبوا ويتعمدوا إياك تغفر ذنوبهم. توبوا من ذنوبكم وتعمدوا وبلانا يدور يغفر لكم. هذا هو اللي مكتوب في سورة النبي أشعياء: صوت مناد في البرية يقول أعدوا الطريق للرب اجعلوا سبله مستقيمة كل واد سيردم وكل جبل وتل سيخفض كل الأماكن الملتوية
ستصبح مستقيمة، وكل بشر يبصر إنقاذ الله. إن شاء الله نعدلو. قول لنا إيش نعدلو؟ يا أولاد الفاعي، إيش دور منا نعدلو؟ أيوة إن شاء الله تننواسو. اللي عنده لبستين بنتين يعطي واحدة للي ما عنده شي، واللي عنده لوكيل يحضر فيه الاخرين. يا معلم، احنا جماعة الضرائب، ان شاء الله نعدلوا. لا تجمعوا اكثر من الضريبة المفروضة. واحنا الصنادرة، ان شاء الله نعدلوا. لا تقبضوا حيوان الناس بالعنف، ولا تتهموا حد بشكل ابدا، وقنعوا بخلاصاتكم. قول لنا، هو انت المسيح؟ انا نعمدكم بالماء، يا غير جاي حد اخر اعظم حتى مني. ما نستحق نحل سيول العائله؟ هو اللي الله يعمدكم بالروح القدس والنار، يدور يفصل بين القمح والحشيش، ويدور يجمع القمح كامل في المغسل. ينزل الروح القدس على سيدنا عيسى في هيئة حمامة، ونسمع صوت من السماء يقول: أنت ابني القالي اللي أنا راضي عنه. الوقت اللي بدأ فيه سيدنا عيسى عالم الناس كان عمره 30 عام تقريباً، ورجع من نهر الأردن مليان من الروح القدس اللي قاد الشور الخلوة بل منين الشيطان جرب لمدة 40 يوم. وفي ذاك الوقت كان الصايم ما يوكل شي الليل ولا النهار. وقال له الشيطان: إذا أنت ابن الله قولي الحاجة لا تحب لك مبرعي. مكتوب في التوراة: ليس بالخبز وحده يحيى الإنسان بل بكلام الله. اطلع به الشيطان ونعت له ممالك العالم وكنوز الارض وفرمشه. دور نعطيك القدره، جميع اموال العالم هي كامل نعطات لي، وانا نعطيها للي بقيت، ولا اللي سجدت لي يعود كامل ملك له. مكتوب في التوراة: للرب الهك تسجد واياه وحده تعبد. ومشى به الشيطان شور القدس، ومنين لحقوا هيكل الله طلعوا فوق السطح. لعت ابن الله رصف من هون به اللي مكتوب في الزبور: يوصي ملائكته بك لكي يحفظونك، فعلى أيديهم يحملونك لئلا تصطدم قدمك بحجر. مكتوب في التوراة: لا تجرب الرب إلهك. Thank you.
ورجع عيسى شور الناصرة بدي منين أربا. مرحبا. كيفاش؟ وفي يوم السبت نهار العبادة دخل عيسى في المجمع كعادته. وعطاوه يقرأ آيات من سورة الشعياء. روح الرب علي لأنه مسحني لأبشر الفقراء، أرسلني ينادي للمأسورين بالإطلاق وللعميان بالبصر، لأطلق المسحوقين أحرارا وأبشر بسنة القبول عند الرب. اسكت. هازين اليوم تحقق اللي سمعته من التوراة في الوقت اللي تصنته. تحقق اللي شفت التوراة؟ غير المسيح المنتظر وحده هو اللي قد يكمل ذاك. احسن حاله. دوروا تقولوا لي بلا شك المذهب، يا الطبيب داوي راسك. وتقولوا لي مولي، عدل في دشرتك ذاك اللي تعدلت بدشرة كفرناحوم. يا غير نقولكم الحق، ما خالق نبي، قط نقبل في بلو. ذا الكلام يعرف عن عيسى هو المسيح المنتظر. الذي مسحه الله بروحه ورسلوا إياك يسلك شعبه وباول اليهود يقبلوا إنه المسيح وهمهم يسرقوه من فوق الكدية يقال أنت الرأس منهم ومشى عنهم. وقاس نشرة كفر ناحوم وفي ولاية الجليل وكان الجيش الروماني واصحابه من شيوخ الهيكل في القدس يظلموا الناس حتى وكان الشعب يتمنى مجي المسيح اياك يحررهم. السلام عليكم. وعليكم السلام. سمعان رفدني في بالوقتك. تفضل. هو لا يمشي عنا الساعة اللي نتكلمنا. كلمنا عيسى. كلمنا خالق نهار مشاو راجلين شور هيكل الله يصلوا الأول في الريسي مدين ولو خرج مع ضرائب وقفل في الريسي على سر وصلى وقال يا ربي حامد لك اللي ماني كيف تلخرين سرارقية المحاليين وزنات وحامد لك اللي ماني كيف هذا جماعة الضرائب نصوم في السبتة مرتين ونعطيك العشر من الليلي كامل. يا غير جماعة الضرائب كان واقف على زر ما هو قاعد يرفد عيني قاع يا غير يخبط صدره ويقول اللهم ارحمني انا المذنب. نقولكم الحق عند الراجل رجع لبيته مغفر ذنوبه بعكس الفريسي الرجاجل يتكبر لا هي يتضع واللي استقر راسه لا هي يرتفع. قدم فالوقتك بعيد شرع مقدمة وزرق انت واصحابك شبكم في البحر. يا معلم اشتغلنا ليلة كاملة وما اجبرنا شيء.
يا غير بمرك انت ندور نزرق الشبك. يعقوب يوحنا يعقوب يوحنا كعزوا بالي بدكم بالعجله وهاو عاونونا ما نقدر احنا واحلين. ذا كافي ذا كافي بعد عني يا سيد بي اللي ذنوبي ياسر. لا تخاف منظرك لا يتصيد الناس. تعرفون ان الملوك الكفار دائما متكبرين وحكامهم ظلام. قرعسكم لا تحامروهم. واحد منكم يبقى يعود عظيم يرتو يتواضع ويعود عبد يخدم الناس فره يكانوا يشبه ابن الإنسان اللي ما كان جاي للناس سياك تخدمه يا غير اياك يخدمها وقاموا سيل دمه به عزة يفديها. راعيه جاي شوفوا عيسى عيسى توسلك تنقل ملت الوحيدة ارحمها لا تموت عندها لا ناصر عام فقط مشيت لك معي معي يا أخي واجحة عيسى بنتك ماتت ولا تكدر على المعلم لا تخاف آمن وتوف الدور تبرا لا تبكوا ما ماتت يا غير لا راقدة تفيلي قومي أعطوها شي توكلوا أرعاوكم لا تعلموا حد باللي خلقهم عقب هذا الشاف عيسى جماع ضرائب اسمه متى اللاوي قاعد عند في مدوان تلبني
وطلع عيسى على الكدية يصلي، وبات الليل كامل يصلي لله. منين طلعت الشمس عيطت لعميدو واختر منهم 12 وسماهم رسل. سمعان اللي سماه بطرس، وأندراوس خو بطرس، يعقوب، يوحنا، فيليبس، بارثولوماوس، متى، وتوما، يعقوب بن حلفي، سمعان لقب المتحمس، يهوذا أخو يعقوب، ويهوذا الإسخريوطي اللي عقب خانه. سعدكم يا الفقراء به اللي لكم ملكوت الله، سعدكم يا جاع ضرك بكم اللي لا يتشبعوا، سعدكم يا الباكين ضرك بكم اللي لا يتضحكوا، وسعدكم منين تبغاتكم الناس وتطردكم وتنسخ عليكم وتقول عنكم الشر بسبت ابن الانسان، تمونكو لين يخلق ذاك وارقصوا بفرح به اللي محسوبه لكم مجازات كبيره في السماء، به جدودهم كانوا يعاملوا الانبياء بالصيفه. سبعتاش عشرين، هذا هو عندي. لا هو عندك زيدني. ويلكم انتوما يا لقني يا عذرك، فتوا تمونكتوا في الدنيا. ما يبغي عود غني هو مجنون. ويلكم انتوما اللي تضحكوا ذرك بيكم اللي لا يتبكوا، ويلكم انتوما لتشكركم الناس كاملة به اللي جدودهم كانوا يشكروا للأنبياء الكذابين. يا غير نقولكم أنا، ابغوا عدوكم، عدلوا الخير لذوك اللي يكرهوكم، باركوا اللي يلعنوكم، صلوا للي يظلموكم، وإلى طرشك حد على خدك أعطيه الخد الأخر مولي. وإلى قبال دراعتك لا تمنعوا من تركيك مولي. أعطوا لذوك اللي يطلبوك. وإلى قبال حد منك حيوانك لا تطلب ويردوا. عدلوا الاخرين اللي تبقوا الناس الاخرى تعدلكم. الا بقيتوا لا اللي يبقوكم وتوف، علاش تجازاوا على ذاك؟ حتى المذنبين يبقوا اللي يبقوهم. الا عدتوا تعدلوا الخير لا اللي يعدلوا لكم، علاش تجازاوا على ذاك؟ حتى المذنبين يعدلوا ذاك. علاش ينسى؟ علاش يتكلم لها؟ ذي الشيء النخلة.
لا، ابقوا عدوكم، عدلوا لهم الخير، سلفوا يسوى ما وخلصتوا، تجبروا مجازات كبيرة، والدوروا تعودوا أبناء العلي. بيه اللي عدل الخير للؤماء والأشرار، عودوا رحماء كيف تبوكم السماوي رحيم. عيسى سلكنا. لا تحاكموا، إياك ما تحاكموا، لا تحسبوا الشر، إياك ما يحسب لكم. أغفروا، لا هي ينغفر لكم. عيسى نعتلنا بطريق المسقمة. أعطوا، لا هي نعطالكم بالمكيال اللي تكيلوا به يكيل لكم. الأعمى ما يقد يقود أعمى أخر، لا يدور يطيحوا لزين في حفرة. علاش تشوف القشرة اللي في عين أخوك وما تتفطن الخشباية اللي في عينك أنت؟ معلم سدد خطانا. فاسنين فيك يا معلم. سعد أمك اللي حملتك ورضعتك. وسعد من ذاك ذوك اللي يسمعوا كلام الله ويطيعوه. نبغي نتعرف على الراشد. عندك عنده هو المسيح المنتظر. ونادى في الريس اسمه سمعان سيدنا عيسى يتعشى معاه، وجاء عيسى في داره وقعد على المائدة. اترك ايوة تفضلوا شربيتكم، ليش تفعتوه؟ مشو؟ اترك مرموحي. ايش الدار هون؟ ما نعرف. الراجل عاد نبي رسول توري عرفتي المرأة من هي نمست يدوري عرف انها مقصور تخبار. نعرف المرأة من هي يا سمعان، عندي شي لاه نقوله لك. خالق رقا جاي نسلف لهم واحد من الدين، واحد يسالوا ياسر من الفضاء والوقال يسالوا شوي. هما الاثنين ما قدروا خلصوا ديونهم وسامحهم الاثنين، ايهم لا يبقي حتى عندي عنه ذا اللي نسمح له أكثر حق بعد. شفتي المرأة دخلت دارك ما عطيتني الماء الكرعية فخلافها هي صقلت كرعية بدموعها ومسحتهم بصغبها، ما عانقتني في الاستقبال يا غير هي ما وقفت عن حب كرعية، وانت ما عطيتني المسك الراسي يا غير هي كبت المسك على كرعية. نقول لك الحق، عزتها الكبيرة اللي دليل عن ذنوبها الياسرة غفرت يا غير اللي انغفر له لا شوي ظهر من العزة لا شوي. ذنوبك انغفروا لك. لا واحد هو اللي يغفر لك. غفر ايش ما إيمانك سلكك، مشي في السلامة. عيسى في تشور يبشر ويوعظ ملكوت الله ومعاه تلاميذه له 12 وشم العليات اللي سلكوا من الشياطين مريم المجدلية ويونا مرتخوز اللي كان وكيل الملك هيرودس وسوسن
هيرودس المليكة على ولاية الجليل تحت حكم الرومان احبس يحيى به اللي شقر له عنه تزوج مع صاحبة خوه. ايوه منين جينا المدخل دشرة ناين شفنا ميت مرفود للمقبرة والميت كان الود الوحيد لارملة الا منين شاف عيسى شفق عليها مس الكفن وقال له قوم الفوق يا فقراش جل ميت قاعد وردوا عيسى لهم سولوه قولوا له انت هو اللي قال يحيى عنك جاي والله حانوا واحد اخر. معلم معلم مشان يحيى نسولوك يا كانك انت ذا اللي كان لاجي ولا نحان واحد اخر ارجعوا قولوا لي يحيى شفتوا وسمعتوا العوم يخرصوا وزحاح في قطره ويا سعد بعد ذوك اللي ما يشكوا فيه شوف اركب عليك تافي ترى يفشي ايه شفت عيسى خاري حرات مراقي احرد وعند منين تبارك مع احد الطاحش من الحب على الطريق وطاعوا لي الناس وجاوا الطيور وكالوا وش من الحب طاح بين الاحجار منين نبت الحب بين الاحجار يبس بيه قلة البلول مش من الحب طاح في الشوك ونبت الشوك مع الحب وخنقو والاخر طاح في تراب زينه ونبت نبات ما هو معقول بيه الزين حبة مية معلم علاش دائما تتكلم بالمثال قدام الناس معرفة اسرار ملكوت الله كاملة نعطات لكم يا غير الاخرين تجيهم بالمثال اياك يشوفوا ولا يخرسوا ويصنتوا لا يسمع هذا هو المعنى المثل الحب هو كلام الله الحب الطاح على طريقي مثل الناس تسمع يا غير يجيب ليس ويقلع الكلمة من قلوبهم إياك يمنعهم من يآمنوا ويصلكوا الحب اللي طاح بين الأحجار يمثل الناس اللي يسمعوا الكلمة ويفرحوا بيها يا غير ما عندهم أصل يآمنوا الوقت قصير ومنين يجي وقت الضيق يولوا الحب اللي طاح بين الشوك يمثل الناس اللي تسمع يا غير يخنقهم التخمام في الدنيا وغناها وملاهيها وثمرتهم ما طيب الحب اللي طاح في التراب الزين يمثل الناس اللي تسمع الكلمة وتقبلها بقلب طايع ومين وصبرهم لازم يزمع ما خالق حد يقدر لمبه ويغمرها والله يديرها تحت المتكة يا غير يضوي بيها اياك الناس اللي تدخل تشوف النور اللي كامل كان مشحود لا يوخذ القدام واللي كامل كان مغطي لا يجبر ويوخذ الضوء اطرحوا بالكم اللي فات عاد عنده شي دور ينزاد يا غير اللي ما عنده شي حتى شوي وشاك انه له دور ينقلع منه معلم امك واخوتك واقفين قدام يدور يشوفوك امي واخوتي ذوك اللي يسمعوا كلام الله ويطيعوه
خالق نهار ركب سيدنا عيسى في قارب مع تلاميذه وقال لهم وها ونقيسوا الحاشية الثانية. وفي طريقهم رقد هو. إيمانكم منين؟ ورساو عقب ذاك في بلاد الشراسين اللي مقابل الجليل. ابن الله العلي، انت شدار بي وجيت لك، لا تعذبني. انت اسمع، احنا ياسرين وجهنا لك، لا تزرقنا بالهاوية، خلينا ندخلوا في خنازير. ارجعوا، اوقفوا اوقفوا. ومرقوا الشياطين من الراجل، ارجعوا، ودخلوا في الخنازير. امشي من هون، انت سحار، امشي، تبلنا منك، امشي امشي من هون. لاني امشي معك شور كل بليدة، خليني نتلبك. ارجع لهلك واشهد باللي عدل لك الله. ونعزل عيسى وتلاميذه في بليده اسمها بيت صيدا. ولين علمت الناس مشاو كاملين وراه. عقاب النهار قال بطرس، معلم
وللناس على انهم يمشوا شرد الشراب والحرايب المزربين بين يوكلوا ويباتوا للبليدة بعيد. وكلوهم تومشي عندنا لا خمس كسرات وحوتي. مبارك أيها الرب إلهنا مالك العالمين الذي يخرج الخبز من الأرض. ما هو معقول؟ الناس شاكاني منهم، واحدين يقول انك يحيى واخرين يقول انك النبي الياس والباقيين يقولوا انك واحد من الانبياء الاولين ارجع للحياة. ايوة انتوما قايلين اني منهم. انت المسيح المنتظر لا تخبروا حد بذا ابن الإنسان لازم يتعذب حتى ويرتفض ولا هي ينقتل يا غير في اليوم الثالث يدور يقوم حي. أيكم الإلهية تلبني؟ نتربك يا معلم يا غير خليني الأول نتوادع مع أهلي. المتبارك معه يجي ويخرص وراه ما يصلح لملكوت الله. اللي يبقي يجي معايا يزهد في الدنيا وينسى راسه وكل يوم يرفض صليب موته يتلبني به اللي هامه يسلك نفسه يخسرها يا غير اللي يخسر نفسه من أخلاقي يسلكها. إيش فايدة رقاج يربح الدنيا كاملة وخسر نفسه؟ رقاج يحشم مني ومن كلامي لا هي يحشم منه ابن الإنسان لين يجي في مجده ومجد أبوه والملائكة القديسين. نقول لكم الحق واحدين منكم ماهم لا هي يموتوا لين يشوفوا ملكوت الله. سيدنا عيسى يوحنا يعقوب وبطرس شور الكدية يصلي.
وفي أثناء صلاته تغير وجهه ولباسه وبياض وبياض يحير، وتمي لين ظهر لهم لقى جين هما سيدنا موسى وسيدنا إلياس مزرب بهم القدرة العالية وقالوا له دور تكمل يا رات الله، دور تموت في القدس. إلين مشى موسى والياس عن عيسى قال له بطرس معلم مزين قعدتنا هون لهين بنوت التخيام، واحدة لك وواحدة لموسى. في أثناء كلام بطرس واحدة لي ظلت عليهم مزنة وخافوا تلاميذه، ونسمع صوت من المزنة يقول هذا هو ابن المختار اسمعوا له. معلم معلم وجهت لاخر راسلي ولدي عاونو يا برا شوف هذا ابني الوحيد طلبت تلاميذك الحاج يقولوا وقلبهم مدناكم انتم مدام حالية الين تلاين تم تحملكم جيب لي ولاك علمنا الصلاة كيف يحيى علم التلاميذ الصلاة قول في صلاتك أبانا الذي في السماوات ليتقدس اسمك ليأتي ملكوتك لتكون مشيئتك على الأرض كما هي في السماء خبزنا كفافنا أعطنا اليوم واغفر لنا ذنوبنا كما غفرنا نحن للمذنبين إلينا ولا تدخلنا في التجربة لكن نجنا من الشرير أطلبوا إن أطالكم لودوا تجبروا قروا الباب ينفتح لكم اللي يطلب ينعطاله واللي يلود يجبر وكل حد يكر الباب يدور ينفتح له وين هذا الوالد اللي يعطي الولد حنش إلى اللي طلبوا حوته والله عقرب إلى اللي طلبوا بيضة إلى عطنتم الاشتراب تعرفوا تعطوا شي زين لأولادكم فلا حرابوكم السماوي
يعطي روح القدس للي كامل كان يطلبه. نقول لكم الحق، لا يخممكم شي في حياتكم توكلوه، ولا يخممكم شي تلبسوه، بيها للحياة خير من الوكيل، والجسم خير من اللباس. شوفوا القربان، ما تحرث ولا تجمع يا غير مولانا طعمها. مالكم اش بنتم حتى من الطيور؟ ايكم بتخمامه وهمومه يقد يزيد عمره، الين عدتوا عاجزين عن شي صغير، علاش تتخمو في الباقي؟ خرصوا النوار اللي نبت، ما يشتغل وما يغزل. وسليمان بجلالته ما كان يلبس لباس كيف تصغر واحدة منه. ومولانا اللي يلبس الحشيش اليوم اللي لاهي ينطرح في النار الصبح، يدور يلبسكم انتوما حتى ما قال فيشكم فيه. يا رب قوي إيماننا. إذا كان إيمانكم قد حبة جقراج تقدروا تقولوا لهذه صدراية انقلعوا من هون ونقرصوا في البحر، الدور تسمع لكم. عثرات ذنوب جاية بالقرش، يا غير ويلو اللي يعود السبب. أخير بعيد يرتبط بخرزته حجرة كبيرة وينسرق في البحر، من يعود عذرته في الطريق واحد من الإسقاء. شنبت ملكوت الله نشبهو لكم، هو كيف تحبت شقراج حدثها رقاش في حريزته، ونبتت الحبة وعادت صدراي وتعشش الطيور فوق عراشها. أنا ما فهمت هو إيش يقول. علاش توكل وتشرب مع جماعة الضرائب وبنديات؟ الناس الصحاح ما هم فاصلين في طبيب، المريض هو المحتاج. أنا ما جيت ندعي الصالحين للتوبة يا غير الخاسرين. بنادك زين على ملكوت الله، ردها علينا. لا تخافوا، انتوما مع ابوكم السماوي كيف الخرفان صغار مع راعيهم، زيان عنده يعطيكم ملكوته. بيعوا لتملكوا وصدقوا على الفقراء، عدلوا لكم ضبايا ما تخسر وكنز في السماء ما ينتقص. بيه اللي سراقة ما هم لا يلحقوه، والسوسة مولي ما هي لا توكلوا. بيه اللي بل منين فيه كنزكم فيهم واللي قلبكم. يا المرأة انحلت عقدة اكتافك، شوفوا شوفوا رايها برات، هذه معجزة. وهاو شوفوا، الحمد الحمد لله. خارجة 6 أيام الآن الشغلة، تموجود دواء في ذي الأيام 6، لا تجيهم العباد. دي المنافقين، يوم السبت ما قطع حكم حد منكم عن يحل رباط حمار والله وداش وهم شي يسقيه. هذه المرة من نسل إبراهيم كان الشيطان عقد اكتافها من اللي روز 18 عام. ما يلطنا نحلوا العقدة عنها يوم السبت.
يا صالح شاء الله نعدلو لصلاح الآخر. علاش تقول لي صالح؟ مع خالك صالح كون مولانا وحده؟ تعرف الوصايا، لا ترتكب الزنا، لا تقتل ولا تشهد بشهادة الزور، أكرم أباك وأمك. من أنا صغير وأنا نعدل الوصايا كاملة. خاصك شوخر تعدلو، بيع اللي عندك كامل وقسمو على الفقراء، تعود عندك كنوز في السماء. عدل لو تلبني يا غير، احنا تجار أغنياء. مصعب على غني ملان يدخل ملكوت الله، أصعب حتى على الغني أنه يدخل ملكوت الله. من أجمل الله يأخذ من عين برا صغيرة. أيوه، من اللي قد يسلك؟ المستحيل على الإنسان ممكن عند الله. مين يجبر بالتحديد ملكوت الله؟ ملكوت الله ما يجيب صيفة قد ينشاف، ما يجد حد يقول شوف ذوكو والله ذهو بيه اللي ملكوت الله في نقركم. يدور يجي الزمن تتمناه فيه تشوفه يوم من أيام ابن الإنسان، يا غير ما تشوفه. كيف تضوي البرق اللي يشق السماء ويضوي من زر لزر بنفس الحيلة يعود ابن الإنسان في يومه، يا غير سابق ذاك يدور يتألم حتى ويرفضوا هذا الجيل. أجمل السماء يزول وأجمل أمالي للتراب تزول من زوال أصغر نقطة من شريعة موسى. ياسر من الأنبياء والملوك تمناوا يشوفوا اللي شفتوا انتم ولا شافوا، ويسمعوا اللي سمعتوا لا سمعوا. إش يلا نعدلوا؟ إش مكتوب في التوراة؟ شنو تفسيرك لذا؟ أحب الرب إلهك بكل قلبك وكل نفسك وكل قوتك وكل فكرك، وأحب قريبك كنفسك. ذلقت حق عدل هذا دور تعيش. من هو قريبي؟ ما هو صناد ربعك؟ ما هو بعد قيصر. خلق نهار تم راجل جاي من القدس وعاد بشرة ريحة إلين هاجموا السراقة، جردوه وبطوه إلين جباوه على الموت، وكان واخذ من نفس الطريق شيخ الهيكل إلين شاف الراجل حوشة وخاض من الزر الأخر، وخاض مولي عليه واحد من أهل عمران ولين شافوا حوشة وخاض من الزر الأخر. يا غير خارج مسافر من السامريين المكروهين خاض من نفس الطريق ولين شافوا شفاق عليه، حاز عليه وداوج روحه ورفدوا معاه على مركوبه لحقوا اللوتل إياك يعتناو به. ونهار من قد قبل دينارين وعطاهم المولى اللوتل وقال له اعتني بذا الراجل ومنين نرجع لاهن خلصك اللي زقلت فيه كامل. أي هذا الرجال الثلاثة اللي ظهر عنه قريب الراجل اللي هاجمه السراقة؟ ذاك اللي حسن عليه؟ وانتو ما عدلوا كيفو؟ خلوا لي شاش ريجوني لا تحكموهم عني، بي اللي ملكوت الله للكيفهم. نقولكم الحق، اللي ما يقبل ملكوت الله كيف تشير صغير ما هو لاهي يدخل فيها ابدا. اللي استقبل يشير باسمي اللي استقبلني، واللي استقبلني استقبل مولي اللي مشاني، به اللي اصغركم شان هو لكبركم شان. شنو هذا؟ عيسى الناصري واخذ من هون. عيسى عيسى
ابن داوود حن علي. اش تبقيني نعدل لك؟ ترد لي بصري. خرص إيمانك رد لك بصرك. نشوف رجعوني بصري. نشوف أثناء طريق قايس القدس كان يتلاقى بجمايع في كل بلايده، وكانوا يطلبوه ينعتلهم الطريق السلاكة يعلمهم المزيد عن ملكوت الله. هذا الراجل قطع النبي يا معلم سلكنا. سلكنا الحمد لله، نعزلنا طريق لمسكنا. خالد جماع درايب اسمه زكة كان ساكن دشرة أريحة، ومن عزت عليه يشوف عيسى طلع فوق صدرايا وعاد فوق الناس كاملة. توقفوا جماع درايب. زكة نقز بالعجلة، لازم نبرك بدارك اليوم. داريانا الله يبرك عند راجل كيفته. شرف زكة بعيسى. اسمعوا، لاهي نعطي نص اموالي للفقراء، واذا عدت ظلمت حد يسوى منه من دون خلصه 4 مرات. هذا ما هو معقول، جماعة الضرائب يرجع للناس ريلهم، هذا ما قد شفناه. اليوم الراجل تنجى من ذنوبه، به اللي هو مولي من ذرية إبراهيم، جبنا الإنسان الأول ويسلك الضائعين. اسمعوا، أرانا لاهي نمشو شور القدس، بل منين يخلق ذا الكتب الأنبياء عن ابن الإنسان. لاهي نعطى ليدين الكفار يجوقوا فيه ويكسحوه ويتفلوا عليه، وعقب ذاك ينجلد وينقتل. يغير في اليوم الثالث يقوم حي. ومع أن عيسى كان يعرف أنه لاه يموت في القدس لياكر في ذنوب البشرية كاملة، ذاك ما حكموا عن يقس القدس. وياسر من الناس صرحت بمجيه وعيطوا يعلنون الملك. معلم قول لتلاميذك يسكتوا عنا. قلت لكم إلى اللي سكتوا التلاميذ. دور الأحجار تابت تسكت من الفرح. مرحبا سهلا ومهلا. قرب سيدنا عيسى من القدس
ومنين شافها كحت عليها. يا من صابك عرفتي في نهارك طريق السلامة غير ما قديت تشوفي. يدوريش الزمن اللي عدايك يدور يحاصروك فيه ويزربوا عليك من كل جهة ومن قوتهم، يدوروا يهدموك انتي واللي فيك انتي وولادك. ما هلاهي تبقى فيك حجرة في بليدتها بيها اللي ما عرفت الزمن مجيرك الله. هيك الله في القدس كان يال تعود بليدة مقدسة لأضحية وصلة يا غير شيوخ الدين والتجار الكبار عدلوه مرسى يتاجروا فيها، يفرضوا على الحجاج يبدلوا الفضة ويشروا حيوان لأضحية من عندهم. خمسة ستة سبعة ثمانية تسعة عشرة 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26. وكبرت معارضة بعض شيوخ الهيكل به اللي الشعب كان ينادي عيسى مليك. قال لي عن ياس من الناس اعتبروا عنه مليكهم. مليك؟ مليك الدعاف والجهال مواقفه خطيرة يا قيل، احنا دايرينه تحت المراقبة ما يقدر يعدل شيء. رد بماله، الناس التالبت وتنزاد كل يوم به اللي الشعب مقدسه. شاك عنه مليك؟ راني قايلكم عن الراجلين يعد الفوضى مرة أخرى، دوروا تشوفوا. عندي عن الوقت الحد للمواجهة مع عيسى. اللباش هاشم عيسى المنافقين من شيوخ الهيكل وفقهاء شريعة موسى، باش انزادت عداوتهم له وانزادت شعبيته هو حتى، وفيك الله شاف عيسى رملة ضعيفة أعطاه تنحاستين. هذا قليل ما تقدر تزيدي. نقولكم الحق، هذه الأرملة المسكينة أعطاه أكثر من الأخرين، بيها للناس الأخرى أعطاه الفضل ما نحتاج لها. يا غير هي الفقيرة أعطاه لعندها كامل. قول لنا بأي حق تقول هذه المسائل؟ أم نسمح لك بذا؟ لا نجاوبكم بسؤال يحيى، منسمح له يا عماد الخلق الله والله الناس. شلاه نقول له؟ يلاقنا الله يقول لنا علاش ما تصدقوا يحيى. لا قلنا من الناس درجة من الخلق بالحجاء، الناس كاملة تقول عن يحيى كان نبي. احنا بعد ما نعرفهم نسمح له. حتى انا مولي مالي لاهي نقول لكم ان اعطاني للحق. خالق واحد عدد حريثة من العنب وكراها الوحدين ومشى في سفر طويل، ولين جاء وقت جميع العنب مشى الشقال وشورهم اياك يعطوه قرعته من العنب
قاموا بطوه لين ذاك وردوه ما فيدوشي، ومشى الشقال الثاني يا غير قبضوه وبطوه هو مولي وكسحوه وردوه خاوي ليدين. ارسل شقال ثالث وعطبوه وزرقوه مرقب الحريثة، وقال مولى الحريثة شلاهي نواسي ضرك لاهي المشي ولي الغالي عليا، يدوروا قطعا يكبروه. يا غير لين شافوه جاي من بعيد تقاولوا بيناتهم، هذا هو المولى الحريثة اكتلوه، اياك تبقى لنا الحريثة. تابع يا معلم. عقبو زرقوه مرقب الحريثة قتلوه. ايوه شلاهي عدل لهم مولى الحريثة، طبعا لاهي يرجع ويقتلهم ويودع حريثته لوحدين اخرين. شنو هي معنى ذي الايات؟ الحجر الذي رفضه البناؤون هو قد صار راس الزاوية، كل من سقط على ذلك الحجر يتكسر، ومن سقط عليه الحجر يسحقه سحقا. معلم نعرف عن اللي تقول كامل حد، لا عندك اي عنصرية ضد حد، وتقري طريق مولانا لمسقمة. قول لنا اندرى يا كان حلال علينا نعطو الضريبة للقيصر والله بدي. احذر يا معلم من ذيك شاكة، اعطوني نحاسة. من هذا الوصف وذا الاسم؟ قيصر. ايوة اعطوا للقيصر، اللي للقيصر، واعطوا لله اللي لله. شنو جوابك يا وش عيد الفصح اللي عادة يأكل فيه اليهود الكسور مدة اسبوع؟ ومشى عيسى بطرس ويوحنا إياك يجهزوا عشاء الفصح. الليلة تمنيت حتى نوكل معاكم عشاء الفصح هذا ساق ونتعلم. راني قايل لكم عني ما تليت لاهي نوكل عاقب ذي لين يتم معنا في ملكوت الله. مبارك أيها الرب إلهنا مالك العالمين الذي يخرج الثمر من الأرض، أقبضوا لو قسموا بينكم بيا اللي مات ليت لاهي نشرب من ثمرة العنب لين يجي ملكوت الله. مبارك أيها الرب إلهنا مالك العالمين الذي يخرج الخبز من الأرض، هذا هو جسمي المعطي عنكم، عدلوا هذا إياك تذكروني. هذا الكاس هو العهد الجديد بدمي اللي لاهي ينسفك عنكم. يا غير ذا اللي لاهي يخوني قاعد يتعشى معايا ضرب، وحق عن ابن الانسان لازم يموت حسب الكان مكتوب. يا غير ويل ذا اللي يخوني. لا ما يصح، لا اضروا قد يصح، ما هو معقول. من هو الخاين يا معلم؟ لا
الكبير فيكم لازم يعود كيف الصغير فيكم، وشيخكم يلا يعود كيف تعبتكم. من هو الكبير اللي يقعد يتعشى والله اللي يخدم؟ طبعا اللي يقعد يا خير. أنا بينكم كيف اللي يخدم؟ انتم بقيتوا معايا وقت الشدة، والحالة اللي اعطاني بيها ابويا السماوي سلطان الملك ندور نعطيكم انتم نفس السلطان. اياك تاكلوا وتشربوا على المائدة في ملكوتي، وانتم دوروا تحاكموا اسباط بني اسرائيل ال 12. معناه ان ما في خاين. سمعان سمعان الصنت، الشيطان يبغي يجربكم كاملين. اياك يقرب لكم كيف تتقربي للحراس ولا القمح من الكشور. يا غير صليت لك يا سمعان، اياك مالك ما يتعذر، ومنين ترجع لي لازم تقوي خوتك الاخرين. سيدي انا مستعد نمشي معاه شور الحبس وحتى نموت معاه. قلت لك يا بطرس، عرف انك ساوي قوق يديك اليوم تور تنكر معي فتاكلي 3 مرات. ندرا كان خاصكم شي تمشيت لكم بلا فضا وبلا نعايل وبلا عوين. ابدي ما خاصناش غير دارك اللي عنده فضا والله عوين يرفدو، واللي ما عنده سيف يبيع الباس ويشري به سيف. راني قايل لكم انه مكتوب في التوراة انه قد حسب مع المجرمين، اللي ونبأ به عني كامل لا بد من يخلي. شوف يا معلم راعي خنجرين. خليك من ذا. واجتمع مجلس اليهود اياك يخطط الحيلة يتخلص بيها من عيسى، ودخل الشيطان في واحد من التلاميذ الـ12 يهوذا الاسخريوطي، وتآمر مع الشيوخ الهيكل على عيسى، وخاض عيسى من القدس قايس جبل الزيتون يصلي. صلوا ياك ما تعدلوا شي خاسر وقت الشدة. باع يهوذا الإسخريوطي عيسى بـ30 دينار من الفضة. عيسى كان يعرف عن موته لرفود ذنوب البشر كاملة عاد قريبة، وصلى ذي الصلاة. أبي إلى اللي قبلت، بعد عني ذي المحن يا غير، تخلق إرادتك أنت لا إرادتي. وظهر له ملك من السماء إياك يقويه، وعاد عرق تقاطر منه على الحجرة كيف قطرات الدم. علاش ترقدوا؟ قوموا صلوا اياك ما تعدلوا شي خاسر وقت الشدة.
يهوذا تعانقني إياك تخوني وأنا ابن الإنسان. معلم نحطه بالخناجر. ما أكردوه كافي من ذا. هذه معجزة. جايين رافدين سيوفكم ودبابيسكم كيف تلي ساري. كنت كل نهار معكم في الهيكل ولا كنتو بقيتو تكردوني. يا غير اخترتو وقت ظلمة بيكم اللي انتوما قوتكم قوة ظلم. احكموه داركم دو. مشاو به الحرس شور الحوش وجوقوا فيه على انه ملك اليهود. راي الباس الملك. قول لنا شراي يا اخي يا نبي. يتسلكنا يا جلالة الملك ما زلت لا يتسلكنا. الراجل كان مع عيسى. يا نمرة ما نعرفه كاع. أنا شفتهم لامع. تحتنا عبيدك. يا الملك خلاص نحن فوقك. انتم مالي منهم؟ ماني منهم؟ هذا الراجل قطعا كان مع عيسى به اللي هو مولي من رجالي. تم ماشي. انا اللي تقول ما نعرف شنو هو. تلفت عيسى وخرس بطرس. تذكر ذاك الوقت بطرس ذاك الفات قال له عيسى سابي قوق ديك اليوم تدور تنكر معرفتي ثلاث مرات. اللهم ارحمنا برحمتك واسعة حسب قدرتك العظيمة. أنت الذي قفرت لآبائنا تمردم عليك. أنت الذي في غضبك لم تدمر بسببي محبتك لهم ومن أجل ميثاقك وأمانتك لم تمحيهم. تنبأ وخفضك. تنبأ من لا يخفضك أكثر. وقفوا قلت لك توقفوا لحقوه قدام المجلس. أقف. واجتمع مجلس اليهود إياك حاكم عيسى.
قول لنا أنت هو المسيح المنتظر. إلا قلتها لكم ما تشد عليكم، ومنين نسولكم ماكم لي تعطوني جواب. إلا أن ابن الإنسان من الآن سيكون جالسا عن يمين قدرة الله. أنت إذن ابن الله. أنتم اللي قلتوه. كفر. هذا اللي يقول كفر سكتوا عنه. ويشريو. سمعنا كاملين اللي قال قدامنا. وهاو النبي شرب العطس. ايه 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 بعده عنه. بهاي ولحقوه بيلاطس من أمتن حكام الروم وكساهم قلب به اللي فات الصلب هو وحده آلاف البشر. شو الدور ذا الوقت مفجرين علي ذنبتكم؟ كنا يا راجل داجر الشعب به اللي سبب الفوضى في مرسة الهيكل. باش لا يعاقب؟ عاقبوه. ماني شايف أي مبرر يعاقب به ذا الراجل. قررنا أنه مسلم. قول للناس ما يخرصوا الضريبة للقيصر، يقول عنه المسيح المنتظر الملك. مليك؟ أنت مليك اليهود؟ أنت لقيتها؟ سانتا من ولاية الجليل ورعيه الحق هون. في الجليل؟ هذا الراجل من الجليل. أيوة زين، خلي هيرودس يحاكمه. ماله مازال الله هون في القدس. لحقوا الهيرودس. انت اظهرك شاك انك شنو؟ من هم تلاميذك؟ شايع انك تعدل ياس من المعجزات. عدل لوحده جلالتكم. هو كان يدجل الشعب كامل ويقول عنه هو الملك. هذا مليك. جلالة الملك بطوحته. رجعوا لبيلاطس ما نفوليتو. ذا الراجل ما عاد شي يستحق عليه الموت. كافي الى جلدتوه وطلصتوه.
وعرض عليك تطرصنا رقاج واحد محبوس من كل عيد فصل. أطلص لنا باراباس. باراباس. وكتب الراجل. أطلص باراباس. أصلبوه. إيه أصلبوه. وانت أجلدوه. إيش حاصرك يا بلاطس؟ هو عيسى؟ ليش تعذبوه؟ حلو عقل المسيح. ما عدنا شي خاسر. سندو وتم عياطهم عليه قران بصوات كبيرة يدوروه ينصرب. وقام بيلاطس وطلص باراباس من الحبس اللي كان فيه على سبة القتل والمظاهرات به اللي الناس كانوا يدوروه ينطرس لهم. أما عيسى عطالهم ينصرب. أرجو أرجو لورا كهجو كهجو عني حوزو كهجو حوزو خلو طريق حوزي حوزي ليه حوزو أرجو لورا قوم قوم الفوق انت اسمك شنو؟ سمعان قيرواني. تقدم لي له دار احمد. افدي عنه. ايوه تقدم. نورا. ارجي. خلي عندك. قدموا كازو على الطريق. يا معلم اشرب 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 يا معلم. يمنات القدس لا تبكوا عليا يا غير بكوا على رؤوسكم وولادكم. فيه لا عدل ولا والعرش ما زال اخر شلاه يا خلق الى اللبس. الله يعاونك. ندور ونطلبوا لك مدان. أحرق قدم معاي. أجل أجل أنت قدم. أجل أحرق قدم قدم أجل. أيوة قدم أحرقكم قدم قدامك بارك وهونا. Thank you.
عجلونا. انطروا العبال. اغفر لهم يا ابي، بيهم اللي ما يعرفوا ذا اللي عدوا. هو سلك الناس نخرة، سلك صراصه. هيه، سلك راسك هي عت المسيح المنتظر، نقز من فوق الصليب. عدل انه واحدة من معجزاتك. وصلاب المسيح بين السارقين، وتحقت بذا نبوءات الأنبياء في التوراث من الليل ومئات السنين. شوفوا يا الباس، الباس ملك عظيم. خلي لا لا تشيك، عندي فكرة، أعطونا لوح العود. ايوه من حظك انت، ايش تبي تعدل الوضع؟ وداروا فوق راسه علامة تقول هذا هو مليك اليهود. سلك راسك رعت ملك اليهود. مالك انت مسيح سلك راسك وسلكنا؟ انت ما تخاف، ربك عاقبوه نفس العقاب،
كيفتنا كون هو بلا جريمة. تفقدني يا عسى نهار ترجع بملكوتك. ما عهدك انت اللي تدخل اليوم الجنة معايا. كان ذاك الوقت رقايلة وظلمت عليهم الدنيا لين عاد العصر. الستار في الهيكل اللي كان يحول بين العباد وملاهم يشق من فوق لتحت. أبي بين يديك نسلم روحي للموت. وعند منين شاف كبير الصنادر هذا اللي خلق قام مجد مولانا وقال مجدي لله بالقرش. هاي كان راجل صالح. خالق راجل مسقم اسمه يوسف الرامي عضو في مجلس اليهود ما كان موافق على قرار المجلس وجبر لازم من بيلاطس يعطيه جنازة عيسى إياك يشيعها سابق ضياح الشمس ليلة السبت اللي محرم يعدلوا فيها الشيء. اسمحنا نحن نتلبوا جنازة سيدنا. مرحبا بكم يا غير وهاو السبت عاد قريب. بكروا يوم الحد مع الصباح شور القبر رافدات معاهم الحنوط اللي جهزوا. جبروا الحجر المقاطي القبر وكحست ولين دخلوا ما جبروا جنازة المسيح. علاش تلود للحي بين الموتى
ذا اللي دوره ما هو هون بيه اللي قام حي حاج لكم شي قالوا لكم. وفي ولاية الجليل ذيك الساعة ابن الإنسان لا هي يسلم للكفار ولا هي يصلب يا قير في اليوم الثالث لا يقوم حي. حزت ادخلنا ولحقنا جنازة سيدنا عيسى ما هي فهم ما لا تفهم ده ما هو معقول. ظهروا لنا ملكين نورهم يلمع كيفت الشمس وقالوا لنا علاش تلودوا للحي بين الموتى ذا هو الحق. صدقونا هذا حق شفناهم بعينينا مش انتوما شوفوا عيسى مات له في القبر وبطرس صدقنا ذا حق. وظهر عيسى الاثنين من تلاميذه ورجعوا الاخرين قابلتهم الصفقه من الفرح. بعد حي مشي حق وشافوا سمعان. منين لقيناه في الطريق؟ ما عرفنا. ومنين كسر الخبز؟ حدنا عرفنا. شو راه موس عجيب اللي قاسلها. السلام عليكم. انتم مالكم؟ علاش الشك داخل في قلوبكم؟ شوفوا ايديا وكرعيه شوفوا عني انا هو مسوني دورو تعرفوني. الروح ما فيها اللحم ولا العظام كيف تراعوا فيها. هذا هو اللي قلت لكم ذيك الساعة ما حدي كنت معكم اللي جا عني كامل في شريعة موسى وكتب الأنبياء وزبور داود كان لازم يخلق كامل. هذا هو اللي كان مكتوب المسيح لازم يتعذب وفي اليوم الثالث يقوم حي من الموت ويبشر باسمه بالتوبة وغفران الخطايا لجميع الأمم ابتداء من القدس. انتم شهود على ذا كامل والله نرسل لكم الروح القدس اللي وعدني به أبي يا غير تحراوا في القدس إلين تنزل عليكم قوة من عند الله. الله يبارككم ويحفظكم. أعرفوني أن أعطاني كل سلطان في السماوات وعلى الأرض. إذن امشوا تلمذوا جميع الأمم وعمدوهم باسم الآب والابن والروح القدس وعلموهم يعملوا بكل الوصايا اللي وصيتكم بيها. أعرفوني معاكم كل الأيام إلى نهاية الدنيا. آمين. الأنبياء من مذالهم كتبوا في الكتب أن مولانا يدور يرسل المسيح ينقذ المذنبين ويصالحهم مع نفسه. حياة المسيح تنعت بصفة واضحة بأنه هو ذا المنقذ
اللي وعد مولانا بأنه له يرسل للعالم. النبي إشعياء اكتب إن عذراء له تحمل وتجبر ولد ودخلق بصيفته. مولانا بقوته سبب إن مريم معنها عذراء تحمل وبرات على عيسى. وحسب اللي قاله الأنبياء في الكتب، معجزة خلاقته كانت دليل على أنه هو المسيح، لكن اللي مولانا يعتبره ابنه. والناس ينين شافوا عيسى شافوا صفات مولانا وقوته، اشفى الناس وغفر ذنوبهم وضمن لهم بريدة في الجنة. المسيح ضحى بحياته وعذب حتى عن الناس كاملة. يا غير رجع من الحياة، إياك يبين بأن قوته أكبر من قوة الموت. والمسيح هو اللي قال أنا عندي القوة على أني نعطي الحياة وعندي أني نقبضها ملي. حياة عيسى كانت متماشية قبال مع اللي قالوا الأنبياء عن حياة المسيح، وهذا يدل على أن كتب الأنبياء حق ولا تبدل. كيف ما قالوا الأنبياء كلمة الله كاملة، كلمتك يا رب أبدية. المسيح عيسى من نفسه قال إن السماء والأرض تزولان ولكن كلامي لا يزول أبدا. في البداية مولانا خلق الراجل والمرأة لكانهم يتمتعوا بعلاقة زينة معه، يا غير ما ذاقوا فيه ولا طاعوا، وهذا الفعل الراخي فرق بينهم مع مولانا. في الكتوب إن البشر كامل خاطئ، ونتيجة الخطأ أصلا موت. الناس اللي اغترفت الذنوب ما يقدروا يعيشوا في علاقة مع مولانا. يا غير بنفس الصيفة اللي اعطى بيها مولانا كبش يموت في بلد ولد إبراهيم، مشى عيسى المسيح يموت في بلد ذرية آدم. حياته وموته وقيامته بعد الموت رجعت العلاقة بين الرب وجميع اللي دار في اغتفه. بطرس قال له يشهد جميع الأنبياء أن كل من يؤمن به ينال باسمه غفران الخطايا. أيوة اللي كامل تبع عيسى يدور يسلك من عذاب جهنم ويعيش مع مولانا في الجنة إلى الأبد. إلين قام عيسى من بين الأموات قال لتلاميذه بشروا بالتوبة وغفران الخطايا للناس كاملة باسمي، وقال مولي أنه لاه يمشي الروح القدس إياك يعود مع تباعه وينعت لهم الحقيقة ويعطيهم القوة اللي يتبعوا بها طريق الرب. خالق أمر مذنبة تابت وتلبت عيسى وقال له هو ذنوبك مغفورة ورانك سلكتي بك اللي آمنت بي. وقال المسيح مولي أن الناس اللي تعود تبقي مولانا حق عندها ذاك دليل على أن ذنوبهم غفرت، وطلب الناس كاملة أنها تتبعه. والمجرم اللي كان على الصليب آمن بالمسيح وطلبوا أنه يسلكوا، قال له المسيح عيسى اليوم ستكون معي في الفردوس. واللي كامل اختر أنه يتبع المسيح عيسى يقد يبدأ علاقته معه بهذا الكلام: يا رب أنت قدوس وأنا شاكرك أنك قابلني كيف تولك، نعرف أني ما بريت وصاياك واخطأت ضدك، يا غير شاكرك أنك رسلت المسيح يموت عني على الصليب، وشاكرك أنه قام وملي من بين الأموات، شاكرك يا رب أنك تحملت عقاب ذنوبي. يا رب نبقي نقبل طريقك وقابل أن المسيح هو منقذي وربي، وشاكرك أنك غفرت لذنوبي وفتحت لي الباب إياك نعود معاك إلى الأبد، وطالب منك إنك تأيدني بروحك القدوس وتساعدني وتدلني على طريقك. أعطيني يا رب القوة على محبتك ورضاك، ونصلي يا رب إن كل ركبة تسجد لك وكل لسان يعترف بك في العالم أجمعين. آمين. عيسى قال عن تلاميذه الناس اللي تابعالي تعرف حسي، أنا نعرفهم وهم تالبيني. أتباع عيسى يجابر مع ذو اللي يبقوه، يتكلموا معاه كل نهار، يقراوا كلامه اللي في الكتوب ويحاولوا أنهم يطبقوه في حياتهم، ويتكلموا للناس الثانية عن محبته. والمسيح عيسى
يوجههم ويقويهم عن طريق قوة روح الله اللي يعيش في قلوبهم. واتباع المسيح عيسى يتذكروا ذا اللي قال وهو صاعد على مزنة شور عرشه في السماء: كل سلطة في السماء والأرض أعطيت لي، وتأكدوا أني معكم كل الأيام وإلى انتهاء الزمن.